وحلقة جديدة مشاهدينا، مساء الخير لكم. عم تتابعونا اكيد على هوا الاو تي في بنفس التوقيت كل ليلة. هالليلة رح تكون كتير مليانة بالبوزيتيف فايبس، بالميوزيك، بالصوت الحلو. يعني عم نحكي عن شخص نانسي ظاهر. اهلا وسهلا فيك معنا بنكست ليلة يا نانسي. ان شاء الله اكيد المشاهدين رح يستمتعوا بالكونتنت اللي عندك اياه. نانسي المعروفة بنانسي على ميوزيكانا، خبرينا اكثر اول شيء عن بداياتك اللي كانت بعمرك كتير صغير، وقولي لنا كيف توجهتي وكيف صرتي بعالم الموسيقى. خلينا بس نحكي اكثر انه انت اختصاصك هي التربيه الموسيقيه، صح. بتشتغلي مع الاطفال بالحضانات، كمان يو هوست ايفنتس وبيرث دايز، وحتى بتشتغلي مع الاهل، وكمان في عندك موهبه الغناء، عندك صوت رائع جدا، بتعزفي على كذا اله موسيقيه، يعني سمول باكج. نانسي خبرينا اول شيء عنك اكثر. اول شيء بعد ما انت ليك بونسوار. هاي. اكيد انا من الاشخاص اللي بحب الموسيقى من انا وصغيره. بشكر الله انه كانوا اهلي كثير واعيين علي، تعلمت الموسيقى من انا وصغيره. بس كيف بلشتها؟ كنت اطلع الكنيسه رتب بالكورال، وكنت حيلا شيء شوفه قدامي بيشبه الميكرو امسكه غني عليه، او حيلا شيء بيشبه صوت الانسترومون دق عليه مثل كوفيرت تبعت طناجر مثل معالي اكسترا. فكانوا واعيين، بلشت الموسيقى على صغر، وبعدين بتعرفي بصير الواحد وين ما يكون موجود يصير يغني على المسرح بالمطعم اكسترا. توصلت لنهار فتت على بروجرام صغير قضيت فيه وقت تقريبا شي 6 اشهر بيطلع الاخر، وشفت كثير عالم معروفين وكان عندي اكسبيرينس حلوه زادت لي ثقه بحالي. وبعدين كان اختياري انه تكون الاولويه تبعي انه اتخصص بجامعه موسيقى وعلم موسيقى، لانه دومين الموسيقى شوي بده فضاوه ويكون واحد عم بيمشي مع شخص تحت شروط تكون مناسبتنا. اكيد بده يكون في عندك كمان شغف لهذا الشيء، يعني الموسيقى هي شيء كمان روحاني، مش انه بس الواحد بده يكون بحس. انا بعرف انت قد ايه انسانه عندك احساس مرهف، يعني قديش البي ار مهم بهذا الدومين نانسي؟ ليك البي ار كثير مهم، بس يمكن انا اول فتره ركضت شوي اول ما خلصت الجامعه وحط سيفيتي بالمدارس وبالنيرسوريز، بس كانت فتره صغيره ان عملت هذا الافار. بس بشكر ربي انه انا لانه السوشيال ميديا بيكون فيرال الفيديوز وشغليك، ما كثير تعذبت ابدا دق للعالم تطلب نانسي على ميزيكانا، فدائما تليفوني دق طالبيني، وهذا الشيء بيساعدك انك تقدر تحط السعر المناسب تبعك ويكون عندك اكثر ثقه، لانه مش انت اللي عم تركضي ورا الشغله، العالم عم تحب شغلك وعم تجي لعندي. يعني شخصيتك مميزه بشغلك على طول، باخر كل سيمستر او باخر كل سنه بيكون في عندك تام معين، بتلبسي الكوستيوم مع الاولاد، بتتصوري، بتعملي فيديوز، وفي شيء جزء من شخصيتك يلي هو لاحظنا هو الجلوفز، بتلبسي على طول كفوف. فيك تقولي لنا ليش اخترتي بالذات هيدا الشيء اللي صار جزء من هويتك لحديت هلا؟ اوكي، في كثير اشخاص سالوني انه ليش عملت كفوف، يمكن اهلي واصحابي ما بيعرفوا، بس هي اول مره حقولها لانه يمكن مش حكتير يستوعبوها. اول شيء نحن نلبس الكفوف حتى نحمي ايدينا بالسبار، بالاكل، من النظافه، يعني هي شغلتها وعملتها الكفوف اذا مسقعين نلبسهم تنتدفى، واذا عم نعمل سبور تنحميهم من الحديد، واذا عم نعمل اكل لانه اذا حاطين فيرنيه هذا البرودوي ممكن يحل على الاكل. فطول ما الكفوف هي شغلتها انها تكون عم تحمي وعم تحمينا انه نكون ايدينا نضاف، ذات الشيء الولد هو قلبه نضيف ونحن لازم نحميه، فاخذت هذا التشبيه مثل استعاره. كثير حلو، كثير حلو هيدا الشيء يا نانسي. رح نبلش بالبدايه مع فقره واو مع نانسي. رح نحضر فيديو كتير رائع ونسمع ونستمتع بصوت نانسي. شافونا اتنين قالوا يا عين، وان ما منكون عم نكون بروح المكان، خبرني وين نتلاقى وين، انا قلبي حاسس حبك وين لا
قد ايه حلو صوتك نانسي، اسم الله، بتغني بلغات غير باللغة العربية؟ صراحة فيها صعوبة شوي لأنه بعد بحفظ، ونحن كمان كأشخاص بعدنا شوي عن الكتابة وعن القراءة. وقت بدي أقعد أحفظ غنية بكتبها وبعد بشوف كيف بدي ألفظهم، وبياخذوا وقت معي تيطلعوا بإحساس، لأنه كتير ثقيلة تغني وما تفهمي معنى الكلام. هيدا كان عنديها مشكلة أنا صغيرة، وكذا حدا نصحني فيها إنه غني بإحساس بس تفهمي معنى كلام الأغنية. يعني حتى إنه استعملتي شيء منه إنسترومنت، يعني اللي دقيت عليه انت عم تغني بنفس الوقت، هو الكاخون، هو مبلا، هو انسترومون ايقاعي. على فكره هيدا كان هديه بالصدفه، كنت عم اجيب انسترومون عايزته، وكان الشخص اللي عنده الات موسيقيه المحل بده يستغني عنه، ما بحب صوته وهو موسيقي، قلت انت انا كثير بحبه، فكان كيف عيد ميلادي نهارتها. كثير حلو، كثير حلو. نانسي، حتى في انسترومون معينين هيك بشكل سريع، معك اثنين انسترومنت خبرينا عنهم، هول بتستعمليهم بالادوكيشن مع الاولاد بشكل خاص، قولي لنا اسم كل وحده وشو الميزه تبعها. اوكي، اول شيء بدي اقول شغله انه الاولاد بحاجه كثير انه نحن نشتغلهم شوي على البلان كونيتيف وعلى اخلاقهم، على ذهنهم، على الثقه بحالهم. فدائما بالنيرسريز بتعلم الاولاد كل سيزون بيتعلموا اغاني، ان كان صيف، الخريف، الشتاء، الربيع، ونحن لازم نسهلهم هذا الشيء من خلال الاغاني ومن خلال الالات. يعني مثلا نحن عارفين هلا على الشتاء، اكيد في خريف قبل، بس انه بتعرفوا انه الضفدع بحب الشتاء كثير. فدائما نستعمل انه الغنيه il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille. فتنوصل فكره اسم الجرنوي، يحفظ الجرنوي، ونحفظهم انه كيف بيعمل صوته. فهذا الانسترومون اسمه جيرو، جيرو فراغ، بنقدر نعمل فيه صوت الضفدع. جيرو فراغ، شو حلو. فهذا الشيء بخليهم انه يوصل صوت الجرنوي على دينيهم اسرع، ويقدروا يكتسبوا الكلمه الجديده ضفدع الجرنوي، انه بحب الشتاء، انه بطريقه اسرع من خلال الـ. وفي أكيد. عندك قدامك باتون لكنها جيرو فروغ. جيرو فروغ، اوكي، جيرو فروغ، اوكي. وهن بيعملوها شكل فروغ تتكون اسهل، في اشكال مش فروغ بس صوت الفروغ. اوكي، وهذا الانسترومون اسمه كلاف باتون او بوا. اوكي، هذا بس الانسترومون كثير بفش خلقه الولد فيه. هذا الانسترومون يعني اذا بدك كل النيرسريز يمكن بيطرشوا كل جمعه مرتين او بغيروا بلاطهم كذا مره، لانه بيعمل سكراتشز. شفنا فيديو، صح، بيوقفوا بيمشوا على الريتم معي. الصغار كثير حيمشوا مثل ما هن بدهم، بس الاكبر مثل بالسمر كامب اللي عمره 12 سنه كثير بكيفوا كمان فيهم، لانه بيمشوا على الريتم معي. ريتم، اوكي، لكن بام بام كلاف، كلاف، اوكي، باتون اون بوا، صح. حلوين، يعني هول الاسامي، عم نتعرف على اشياء جديده مع لنانسي. هول بيركسيون، الات ايقاعيه. اوكي، وصلنا هلا لفقره توب 5. بهيدي الفقرة نانسي، بتعرفي نحن مشهورين بالأمثال، وفي كتير أمثال منقولها ومنرددها ومنتأثر فيها، في أوقات يعني بيكون قاطعين بحالي منقول المثل طبعا نكتر حكي، بيكون هيدا الشيء بيتطبق على الحالة اللي عم نقطع فيها. أول شيء، بتحب الأمثال؟ ليك ممكن إذا قطع شيء قدامي بحب أتمع عن شيء وأعرف معناته، وإذا ما عرفت بسأل. طيب، رح يقطع قدامنا هلا امثال، بدك تقولي لي من رقم 1 لرقم 4 اي اكثر واحد بيتطبق عليك كنانسي بحياتك اليوميه، او بتشوفي يعني مهم من لاقل اهميه. اول مثل هو البطن مفتاح السعاده، الحياه قصيره لكن المصائب تجعلها طويله، قمه الصبر ان تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمه القوه ان تبتسم وفي عينك الف دمعه. الأصدقاء الأوفياء كاليد والعين، إذا تألمت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد. بحسب نانسي، أنت كنانسي، أي أكثر مثل أهمية أو قريب لك أو بتطبقيه بحياتك اليومية؟ الصراحة رقم 3. رقم 3، قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح. قديش يعني صبرت بحياتك نانسي؟ ليكي أنا من الأشخاص اللي دائما بتشوفني العالم عم بضحك، وانا بس كون مع العالم عن جد بضحك، ما بمثل. يمكن يكون في جواتي حزن كبير او شيء كثير مشغل لي بالي، بس بعيش الحاله. يعني انا مع اشخاص عم تضحك لازم انقلها البوزيتيف فايبس، بس صير لحالي ممكن بعد 5 دقائق صير لحالي يمكن ابكي. بس انت بس ليعرفوا المشاهدين انه عندها ضحكه كثير مميزه لنانسي.
هيدي هي. لا اوقات بتكون اكثر لاود، يعني مش معقول ما فيها تقطع هيك الواحد ما يسمع. شو يلي بيوجعك؟ شو يلي قطعتي فيه بتحسي هيك يوجعك تقولي انه انا صبرت عليه؟ اذا بدنا نحكي شوي، بس خلصت جامعة انبسطت انه الله وفقني بمدرسة علم فيها، اكيد ما حقول اسامي، على اساس مديت كونترا وبعدنا صغيرة وبتعرف الواحد انبسط خلص الجامعة اكيد عنده، وانا خرجت لبنانية. الفكرة مديت كونترا وكل شيء، بعد شي يومين على القد يعني خلص الموسم، اذا انا ما اشتغلت عندهم ما حدا بيخبني، فبتجي بتقلي انه نحن حنستغني عنك. ما كنت اعرف ليه، صرت ابكي بتذكر كنت كثير صغيره انه شو عمري 20 سنه، طلع جايبين تلميذه قصدي معلمه من جامعه خاصه، فهذا الشيء شوي بشع بمجتمعنا كيف يميزوا طلاب الجامعه اللبنانيه عن الخاصه. مع العلم انا عملت كونكور ونجحت تفتت، وانا بنجاح قدرت اوصل حتى لو كنت طالبة جامعة لبنانية. يعني ما عندنا شك لأنه أنت من الأشخاص يلي القليل يلي عندهم هالقد بارعين بالفيلز يلي هن فيه، وقديش النيرسرز بيطلبوكي، وقديش أنت شخص موهوب، وقديش حياتك العملية هيك بروفيشنال مع الأولاد، وقديش كمان بنعرف عنها لنانسي إنه في أولاد تطوروا بالإيفي ميوزيكال أو بالمتابعة حتى مع البريجننت وومن بتشتغلي أنت نانسي، بقى هيدا الشيء أكيد صار ورا ظهرك منتابع، لنشوف بالمرتبة الثانية بالأمثال. الرابعة يلي هن الأصدقاء، أو في عندك أصدقاء أو في بحياتك بتأمني بالصداقة؟ ليك يمكن بتضحكوا علي أيام بس صنف لهم الرفقة، بقول لهم إنه كنت قبل ما أقدر أعيش لحالي وكون قاعدة لحالي، بدي شيء أعمله، ويمكن ماما إذا عم تحضرنا ما تلاقيني بالبيت، بدي ضلني أظهر، يمكن أقول هيدا الشخص إنه هيدا بشرب قهوة معه، هيدا بده يشرب أرجيلة بعد معه، هيدا بده ياكل بروح معه، بعدين بس بتكتشفي إنه شو عم بيعطيكي هيدا الشخص المقابيلك، ما أنت بتعطي وبدك تتلقي، إذا بتحسي الشخص ما عم بيعطيك زيت الشيء العطاء اللي عم تعطيه بتحسي إنه خلص بدك تعملي قط، فكتير وقفت أشخاص كون معهم رفقة. طب البطن مفتاح السعادة، وين تركتيها؟ ما حكيتي عنها آخر شيء؟ ليك أنا بعمل سبور من أنا عمري 18 سنة، بس إنه باكل مش غلط، بس الخبز أقل شيء فيهم. يعني منو مفتاح السعادة؟ شو هو مفتاح السعادة؟ الابتسامة. الابتسامة. لكينا عندك الحياة قصيرة، هي رقم 3 ولا رقم 4؟ لا 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 اتكي على الآخر، ما قال لزوم، ما قال لزوم، ما بتطبقيه بحياتك، ما بيعني لك. لا بقول لهم للعالم نحن وعايشين ميتين. اوكي نانسي، هلا وصلنا انا وياكي لأول بريك بحلقتنا، بريك قصير كثير وبنرجع. ورجعنا بعد البريك مشاهدينا، وبنرحب بكل يلي بلشوا يتابعونا من هيدي اللحظة، بعدنا متابعين مع نانسي ظاهر، نانسي على ميوزيكانا، وصلنا لفقرة واتساب. بتردي على كل الناس اللي بتحكيك يا نانسي؟ أنت شخص برد أو لا؟ حسب الأشخاص. حسب الأشخاص، يعني بتنقي على مين بتردي. طيب رح نشوف هلا مسجز وصولك على واتساب، بدنا نشوف انت شو بيكون ردك. أوكي. يعني حدا بعث لك ليه ما بتردي، شو بتقولي له؟ ما برد. ما بتردي؟ اذا ما بعرفهم. اف اذا بعرفهم اكيد حرد. ايه بس حدا عم بيقول لك ليه ما بتردي، شو بتقولي له اول شيء؟ ليك انا شخص كثير اذا حدا حكاني لو عندي 100 شغله برد. بتردي، يعني معقول يكون حدا ما بتعرفيه يبعث لك هيك وقصها ما رح ترد. انسي. أوكي. بعتيلي فويس عم تغني لكارول سماحة، بتعمليها؟ بتغني؟ ايه بس انه مش ولا مرة هيك اعتبرت انه صوتي شوي بيشبه لصوتها. لو كان فيك تبعتي لنا الفويس هلا ونسمع غنية لإلها على السريع، انه بس اللي بعتت الفويس بحق لها. انا كمان بدي اسمع صوتك والمشاهدين، ما فينا نغير المغني. انه هيك شي رفران صغير. شلتك من قلبي من عقلي من فكري وبالي. حلوه كثير بزياده، بس انا ما بقى بيسمعوا الفويس. قال ابني ما نيمني كل الليل عم بكوبس، شو بعمل يا نانسي؟ شو بتجاوبيها؟ هيدي المفروض تكون صديقتك، حطوا له شويه موسيقى.
موسيقى. مثل شو برأيك لازم يسمعوا الولد؟ لأنه كنت عم تحكي وقت كنا قاعدين هيك قبل الحلقة أنه بتبلش الثيرابي من وقت المرأة بتكون بريجننت، بيتحضر الولد وما بتتحدد قلتي هويته الموسيقية هو ببطن أمه، لازم تسمعوا كل أنواع الموسيقى. صح مزبوط. شو معقول تحط له نوع موسيقى عم بيكو بيسمع عم يقدر ينام؟ أغاني دوس تكون ناعمة، ما يكون في بقلبها بارول أو كلام أو حدا عم بيغني، بس ميوزيك. بس ميوزيك سان بارول. طيب شو عبالك نعمل زهقان؟ شو بتجاوبي؟ مين بقى بيقول لي تعب روح هيدي معروفة. طيب زهقان، ما علقتي على زهقان، عندك زهقان بحياتي؟ لا ممنوع بحياتي الشخصية يقول لي حدا زهقان، يعني ما بكون عم ببسطه. يعني في حدا بحياتي؟ ما بحكي عن هالمواضيع، نحن عم نحكي موسيقى. طيب لما تفتحي خطك احكيني شو بتردي؟ خطي فتحته بس سايلنت. بس سايلنت. طيب نانسي، مثل ما عرفت منك انه في عندك نيو ريليس قريب جدا جدا بمنتصف شهر اكتوبر، يعني بعد اسبوعين، خبرينا هيك بشكل سريع شو فكره الغنيه؟ ما رح فوت كثير معك بتفاصيل ابون يور ريكويست لانه ما بدك تحكي عنها كثير، قولي لي كيف كتبتيها واي متى واعطينا شوية تفاصيل. اوكي، هيدي الغنيه كان عمري 15 سنه كتبتها ولحنتها ونيمتها، وبعد فتره هيدي السنه كان عندي بالصدفه شخصين شجعوني عليها. اول حدا، انا كل سيزن بتصور لتلاميذي، فالشخص بيصورني اكيد بده يعرف قصص عني تيعرف كيف بده يصورني، فعرف بهدا الشيء وشجعني عليه. كمان نيمتها اللي هو روجي زياده، بوجه له تحيه. ثاني شخص هو موزع الموسيقى ريمي مراد اللي هو اللي موزع لي الغنيه، هو شجعني عليها، تلاقيت فيه بالصدفه وتلاقينا بالاستوديو وعلى اساس رايحه اعمل اغاني اطفال، وقال لي لازم تعملي شيء اليك. سو قلت له حسمعك شيء حبه، وهو وزعها. وتفاصيل زياده مارك عبد النور ميكس اند ماسترينج وستيليست ستايل ويز جي. نتمنى لك كل التوفيق اكيد نانسي، وبنسمعها قريبا على هوا نكست. وهلا وصلنا مشاهدينا لتيك توك تايم. مثل ما شايفين قدامها لنانسي في انسترومون اسمه الكلوش نوتي يلي هن باي كولرز. بهيدا التشالنج بدنا اعطيكي اول حرف من كل اغنيه وبدنا اياك تدقي لنا اياهم على هول الكلوش نوتي. اول شيء رح اعطيكي حرف القاف. قمرة. نكست حرف التي. تك 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 يا مس سليمان. حرف الفي. جاك. بدك تغني معهم؟ فريرو جاك فريرو جاك دورمي فو دورمي فو. نكست حرف الاس. اس. وينو سوري وبرتو. حرف العين. عمي بو مسعود. حرف الألف، سمعينا صوتك بحرف الألف. أنا حلو وعارفة حالي، أنا أقوى من الليالي، يا ما قبلك ناس حبوا يجربوا شربوا مر الكاس ولسه بيشربوا. خليك عني بعيد، لعبك مش حيفيد، انا قلبي حديد وما يخافش من الحب ابدا. الله يسلم هالصوت يا نانسي، صوتك رائع جدا. وصلنا مشاهدينا لتاني بريك بحلقتنا، بس قبل ما نطلع بريك بدي اشكر شكر خاص لهير ستوديو سالون على الهير ستايلز، واليوم ميرسي كثير لميغيل. بريك ومنرجع. ورجعنا بعد البريك مشاهدينا، مع مكملين مع نانسي ومع الاجواء الحلوه الموسيقيه والفايبز اللي كثير بوزيتيف بالاستوديو. وصلنا هلا لفقره كاتشب.
بهيدي الفقرة نانسي بدنا نعرف شوي رأيك بعدة أمور، نتعرف عليك أكثر ونعرف مين بالنسبة لإلك صوت فنانة لبنانية هو نمبر 1 أو بتعتبريه الأول بالجيل الجديد يلي عم بغني. أنا بحب عبير نعمة. عبير نعمة، شو أول شيء بتفكري فيه لما تحطي راسك على المخدة قبل ما تنامي؟ أول شغلة بعملها إنه بصلب إيدي على وجهي. أوكي، كثير حلو. شو هو التاتو يلي ناوية تعمليه سون؟ لأنه نانسي كثير بتحب التاتوز وعندها تاتوز إيفريوير، شو التاتو اللي عم تفكري تعمليه سون؟ صراحة بعد ما فكرت فيه، بس إنه يمكن على ظهري كف القمر والشمس. كثير حلو، فيري نايس. يعني في بس تنقول لهم انه في عندك تاتو اللي هو الكليدو سول اللي بتعتبريه بورت بونير، ما هيك؟ ايه البورت بونير. بورت بونير تبعك. اذا انت من الاشخاص يلي بيتوقعوا، يعني بتطلعي بتعملي توقعات، جاهزه؟ ايه تتوقعي. طيب رح اسالك، ايمتى بتتجوز نانسي ظاهر؟ يمكن على 33. يعني قد ايه بعد قد ايه؟ شي سنتين ثلاثه. هيك قلتي عمرك، ما عندك مشكلة تقولي عمرك؟ ايه عادي، قولوا لي إذا عطيته يا ملا. لا، مبينة أصغر بكثير أكيد. أي نجمة عالمية بتحبي تسمعي لها؟ سيلين ديون. سيلين ديون. أكثر أغنية بتحبيها لها؟ ما بحفظ أنا على فكرة أسامي أغاني، بس بحب لها كثير أغاني، بس مش قادرة هلا أحفظ لك اسم أغنية. يعني مثلا تلهم بتحبيها اللي غنيتها مع باربرا. لما تعصبي شو الماكسيموم يلي بتعمليه؟ بدهم يزيحوا عني. يزيحوا عنك، اوف. يعني في بتقبلي شخص مثلا يجي يشد على ايدك؟ انه في ناس تو سبورت مثلا وقت بتكوني معصبة يوقفوك تو كالم يو داون؟ لا، ما بوصل لهالمرحلة. ما بتوصلي لهيدي المرحلة. قد ايه معك حق على طول بكل مشكل برأيك تتكوني هالقد؟ معي حق انا بحس تقريبا بالشيء اللي عم اقول عنه، بس الطريقه ايام غلط. طريقه ايام غلط. شو بتحبي بشكلك اكثر شيء؟ عيوني. عيونك. تبوله او فتوش؟ تبوله. تبوله. اذا انت نايب بالبرلمان اللبناني، شو اول شيء بتغيريه بلبنان غير السياسية؟ إنه غير السياسية شو في بغيره بلبنان؟ أول شيء بتغيري؟ إنه صراحة شوي أنا مش عجبتني قصة النظافة على الطريق. يعني بتهتمي بقصص خاصة بالبيئة؟ صح. شي مرة غرتي أو تمنيتي تكوني حدا تاني؟ لا، لأنه كتر خير الله كل شيء حابة أعمله عم بعمله. يعني بتعتبري انه الواحد لشو بحاجه تيكون هيك مقتنع؟ انه في ناس كثير بتغار وبتقلد غيرها و ليك الشخص بحاجه انه يكون اول شيء بيعمل شيء اللي بحبه، اللي بيعمل شيء اللي بحبه لو شوي شوي ما بقى بحس على باله انه يكون مثل غيره. اخر مره ضحكتي فيها من قلبك؟ هلا. نانسي غنية بتحبيها تكون إلك وتقولي يا ريت إنه غنيتها؟ غنية بحبها تكون إلي. بحب كثير يارا. بتقدري تغني لنا هيك شيء صغير؟ ما بعرف كيف بنظرة بتعمل هيك، تاخدني إليك وبموت عليك، حسيت بقربك بالأمان، صرت بزمان غير اللي كان. واو، برافو برافو نانسي، رائع جدا. كفي الجملة، رح أعطيكي جملة. أصعب لحظة بحياتي كانت لما إجا حرامي يتعدى علي. اف، شو صار بوقتها؟ كنت بالسيارة ناطرة رفيقتي واخدة حذري، بس عاملة شوي بوكسينج قبل، كنت عم حضر للكفر قبل وتعلمت شوي هالقصص وقدرت احمي حالي ببوكس. شو صار له الحرامة؟ طلعت على المراية كانت اجري كثير عم تهز، لقيته انه رجع أمن حاله، راح على غيره. انه مش انه ما تشكيتي، ما عرفتي مين الشخص؟ كان الساعة 9 بالليل فبتفادى، كفيت سهرتي. عادي، على قد كول انت نانسي، برافو. اللي لازم يتعلموا منك المشاهدين ما يوقفوا عند المشكله يلي بتواجههم. شو بغنجوكي؟ ننوس. ننوس نوسا. اي اكثر بتفضلي لك كغنج؟ نوسا تعبوسا. وصلنا على فقره وهم.
رح نشوف قديش عندك، قديش بتنوهمي انت بالحياه وقديش انت انسانه واقعيه. واقعيه ولا بتنوهمي؟ شوي هيك. بتعرف الموسيقيين بيكونوا شوي عندهم عالم خاص. عالم الخاص. طب هلا بدك تقولي لنا اذا هذا الشيء حلم او معقول يتحقق. نانسي ديو غنائي بيجمع نانسي ظاهر بسعد المجرد. ايه اكيد. معقول يصير حقيقه؟ هذا الشيء ما بنعرفه، ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. نانسي ظاهر تبدا مسيرتها الجديده بعالم الطبخ. شاطره. شاطره بالطبخ. ايه معقوله يعني تصير انك تفوتي ب ايه انا عم غني لهم بخلص الطبخ اسرع. انت عم تغني لهم؟ اه معقولة يعني تعملي شيء مميز لإلك. شو اطيب اكله عندك؟ بحب المغربيه. بتعرفي تعمليها؟ يعني انت بتطبخي؟ ايه اكيد، واذا عازت بفوت على جوجل ما في شيء صعب. ما في شيء صعب ابدا. نانسي ظاهر مقدمه برنامج للاطفال. بنجح. بتنجح يعني بتصير؟ هي من الاحلام. من الاحلام اللي ممكن تتحقق. نانسي ظاهر تحصد فرصه عمرها بعالم ديزني. رحت على ديزني وحبيت كثير وكثير كان حلو، تخيلت حالي محلهم. بس اذا كنت بعالم ديزني يعني انه معقول تكوني شي كاركتر، شو بتختاري؟ ميكي ميني. ميكي او ميني؟ كون انا وميكي. انت نانسي ظاهر بتتخلى عن جنسيتها اللبنانيه مقابل اخرى اجنبيه. ما بعتقد. لا بدك تقولي لي وهم او حقيقه. يعني بتصير ما بتصير؟ لا ما بتصير؟ لا ما بتصير. لو حتى كان عندك التشانس بترفضي؟ إذا تجوزت حدا أجنبي. بس بهيدي الحالة؟ معقول تتجوزي حدا أجنبي؟ ما بتعرفي الظروف. طيب هلا وصلنا مشاهدينا لفقرة 10 على 10. يعني بهيدي الفقرة 10 على 10 في عنا أربع فيديوز. في عنا ريبورتر خاص جدا رح يبين ورح يسالك كم سؤال. في اسئله بيقولوا البي والام وقت بيسالون الاولاد، بما انك انت بعالم الاطفال ما تسالونا هيك اسئله، او بس تكبر بتعرف، او مثلا بيسكتوا قدام السؤال وما عندهم جواب، او بيتجاهلوا السؤال تماما، او بيجاوبوا الجواب ما بيكون اذا بدك هيك اكرت، ما بيعطوه واضح، او اوقات في مطارح بيكذبوا الاهل على الولد بالجواب. ليلى فرانشيسكو يلي هو ابني الصغير رح يكون ريبورتر ورح يسألك هالأسئلة. بدنا نشوف انت نانسي شو بتجاوبي على كل سؤال من هول الأسئلة. اوكي. العالم كبير. قد ايه العالم كبير يا نانسي؟ كثير كبير العالم، قد ما بتبرمي وبتشوفي وهيك في كثير قصص ما بنعرفها ومش شايفينها. يعني بدك تجاوبي كأن أنا فرانشيسكو قدامك، يعني فرانشيسكو هلا قدامك وقال لك، سألك هذا السؤال قد إيه العالم كبير، كيف تجاوبي؟ أنت سبق وقلتي إنه بتحكي أوقات بلغة صح. الأطفال. أوكي. اعتبريه قدامك لفرانشيسكو واحكي معه. أنا ممكن سهله إياها بطريقة النظر، بجيب له الخريطة بفرجيه إياها. بتفرجيه قد إيه العالم كبير؟ بفرجيه لبنان قديش نقطة صغيرة قد العالم، قدام العالم. طيب شو بيستفيد إذا حطيتي له خريطة وما جاوبتي؟ بلا الولد كثير بيستفيد بهالمرحله لانه خبره من البابا استاذ جغرافيا كان يعمل هالشيء معنا. ايه بس انت حطيتي فرجيتيه لبنان كثير صغير بالنسبه للعالم. عم يحضرك باي ذا واي فرانشيسكو، انا بدي اوجه لك تحيه. بس فرانشيسكو سالك هذا السؤال وبده يعرف الجواب وهو عم يتابعنا هلا، هو وتشارلز، بوجه لهم تحيه وبقول لهم لاف يو مامي. ممكن غني له غنية بتسهل له شوي الموضوع. طب غني لنا ليسمع، بده ياخذ جواب. فيني اقول له جو تيم مون اني، جو تيم كوم سي كوم سا كوم سي كوم سا، انه هالقد وهالقد هيك بتصغر شوي الفكرة براسه وما كثير بيعيش بالوهم بالجواب. كثير كثير حلوة الطريقة نانسي، ميرسي كثير لك. رح نشوف الفيديو الثاني شو رح يسألك فرانشيسكو. اوكي. ليه السما ازرق؟ ليه السما زرقاء؟ بس فرانشيسكو على طريقته عم بيقول لك ليه السما ازرق؟ جاوبي. فيني كمان انه ابقى غني له غنيه عن اللاتي، انه بنعرف انه بالصيف بتكون السما زرقاء وبيكون في شمس، ففينا نغني لهم غنيه نقطع لهم عن اللاتي. شو بتغني؟ سي ليتي الون جوي اي في شو توت لا جورني.
يعني على طول بتجاوب الاولاد بالاغاني بطريقه اغنيه، لانه بيعرفوا انه بالشتاء انه ما بيكون السما رمادي او فيها شتاء، نقطع لهم اغاني اطفال اغاني الصيفيه. رح نشوف تشالنج جديد، فيديو جديد وسؤال جديد. مين رح يجيب الاول جيجا والبيضة؟ مين اجى بالاول الدجاجة او البيضة؟ Une poule sur un mur qui picore du pain dur, picotier, picota. الدجاجة في بيضة جابتها، كل واحد جاب الثاني. طيب ليكي نانسي، هلا برأيك عن جد رح يستوعب فرانشيسكو؟ بده يرجع يسألك وبيعصب. بتعرفي أنا ما سألته لانه الاولاد هلا بتعرفي اكيد عندهم الحشريه انهم يعرفوا انه هيدا السؤال اصلا برايك شو بيتجاوب عليه؟ البيضه او الدجاجه؟ انه اكيد البيضه جابت الدجاجه والدجاجه رجعت بعدت مثل السيكل ورا بعضه. بس برايك مين عرف مين اول شيء؟ صراحه بعتذر من المشاهدين. لا قولي له لفرانشيسكو، سوري فرانشيسكو ما عرف يجاوب. يا ريت اعطيتني الاسئله قبل. منتابع بالتشالنج الرابع وبنسأل بنشوف اخر سؤال. البحر مالح. ليه البحر مالح؟ شفتي؟ ليه البحر مالح؟ ليه البحر مالح؟ شفتي عصب؟ ليه البحر مالح؟ ليه البحر مالح؟ ليه البحر مالح جورجيت؟ بدنا نشوف حسب خبرتك اكيد بالفيلد تبعك مع الاولاد انه بيسالوا الاولاد اسئله غريبه على طول. اوكي انا توضح شغله، بما انه انا معلمه موسيقى يعني اكيد بكون عم بجيهم بطريقه انه اعلمهم اغنيه عن البحر عن السيف، بس تفاصيل هيدي الصغيره مش كثير بفوتوها. يعني انت بالموسيقى بتجاوبي؟ بتجاهل الاسئله باغنيه. طب شو بتجاوبي عن البحر؟ ده البحر فيه ملح. شو ما عندي جواب ولا غنية. حق له باس. تقولي له باس لفرانشيسكو. فينا غني له شايف البحر شو كبير، صعبت الأسئلة كتير علي. يعني إن شاء الله يكون اقتنع فرانشيسكو. هلا بنشوف أكيد لا. شو طموحك يا نانسي بما انه اكيد هلا على المدى القريب؟ طموحي انه اسمي يكبر اكثر واكثر، وبعدين اكيد يكون عندي اكاديمي كثير كبيره ما بتقتصر بس على الموسيقى، يكون في بقلبها كل شيء دانس وانيماسيون وبيرث داي وسبا، كلهم يكونوا موجودين بمحل واحد. من اول شخص دعمك بمسيرتك؟ اول شخص انا ما بتذكر كثير انه اوكي اهلي كانوا عندهم توعيه علي، بس بحس انا يعني هذا الشيء باسيون عندي اياه من جوا. بس ما حدا نشجعك؟ لانه في اوقات في ناس بتوقف بوجه الشخص اللي بيكون عنده موهبه معينه يعني ما بيشجعوه. يمكن بتذكر مزبوط يعني شوي صغيره، عمي كنت روح رتل معه كنت كثير صغيره، وهيك بلشت الاشياء تصير. يعني كان يحب كثير صوته بعده لليوم يعني بيشجعني. يعني معقول من بعد الاغنيه في شغله ما ذكرناها اني عملتي كمان اغنيه لعيد الام ممكن تصدريها قريبا او تعملي شي كفر سونج قريب غاليه اللي عملتيه؟ اغنيه عيد الام هي اللي كانت حتسبق الغنيه اللي حتنزل، بس شجعوني اعمل قبل اغنيتي، فاكيد على عيد الام حسجلها. وكمان في اغنيه ثانيه الفتها دغري اجاني الوحي كتبتها ولحنتها، بس في وقت. عن شو الموضوع؟ الحب ما له سبب. الحب ما له سبب. طب ننسي بالنهايه للناس اللي بتتابعك على السوشيال ميديا، عندك تيك توك عندك انستغرام، بس فينا نذكرهم شو الاكونتس تبعك الاوفيشال يلي بده يتابعك ويعرف الاخبار؟ اوكي عندنا تو انستغرام، نانسي المزيكانا اللي هو خاص بالاطفال، نانسي ظاهر هو اكونت الخاص اللي بغني عليه، وعندكم فيسبوك نانسي ظاهر، تيك توك نانسي المزيكانا، ويوتيوب نانسي المزيكانا. بتفوتي عادة بتشالنجز على تيك توك بما انه عندك تيك توك؟ لا ابدا معروفة، بس كل فترة والتانية اذا غنيت بنزل بس. يعني ليش اول شيء وبعدين بدي اسالك سؤال ثاني. جربت. جربتي يعني؟ بس يمكن يكون تعبير مش حلو، حسيت حالي سخيفة.
حسيتي حالك سخيفه؟ فيك تتذكري من اي ناحيه حسيتي هذا الشيء؟ عن شو كان شفت قدامي؟ بدك تحكي عن البارفان تبعك اللي بتحبيها وتعبري عنه، فبس هيك جيت جربت اعمل هذا الشيء. حتى انا وعم بحكي بهالطريقه كثير انا رواق، يعني ما عندي طريقه البنات اللي بيطلعوا كثير بعيشوها، ما عندي هالاسلوب. اني بتحس انه لازم يكون الواحد عنده كاركتر او تريتس معينين قدام الكاميرا؟ لا بظن هن بيصطنعوا، يمكن ما بدي اظلمهم، بس هن اذا بتقعدي معهم يمكن بيضطروا يعملوا هالشيء تيجيبوا عدد فولورز او تيطلعوا مصاري، ويمكن لا هن عندهم القدره يتصرفوا بهالطريقه. بتحبي عالم التمثيل؟ بشدك عالم التمثيل؟ ولا اليوم كنت عم بحكي شيء كثير على بالي، شيء خاصه بالكوميدي. يعني بتحسي حالك بتبرعي اذا فتي بهيدا المجال؟ مع اي كوميديانز؟ كنت بعدني اليوم عم بحكي جورج خباز، يعني العظيم من لبنان جورج خباز، كل العالم اكيد بتحكي عنه وبتتمنى انه توقف على خشبه المسرح قدامه وتأدي دور معين. قديش بتحسي معقول يكون عندك هالتشانس؟ يعني في عندك شيء لينك معين معقول توصلي ولا صعبه؟ بظن بلا، لانه انا يمكن مش كل شيء مفرجيته للعالم، بس يمكن اذا بعمل هذا التشالنج على السوشيال ميديا شيء مهضوم حلو، مش انه شيء ثاني، ممكن انجح اوصل، حدا يعرف فيي يعرف موهبتي. مش غلط. يعني موهبة كتير كتير حلوة لإلك نانسي، يعني من عالم التربية الموسيقية للغناء للعزف على عدة آلات موسيقية، شخص كتير تالنتد. بدنا نشكرك اليوم على هيدي الحلقة المميزة على الأشياء اللي خبرتينا إياها، يعني في أشياء كتير انتريسانت كانت، سمعنا آرائك بكتير مواضيع. بدنا نتشكر أكيد حضورك معنا وإن شاء الله جود لك لأغانيك بالقريب. بدنا نتشكر بنهاية هيدي الحلقة مشاهدينا عن جديد وي ستايل هير ستوديو سالون على الهير ستايل، شكر كثير خاص لميغيل، وبدي اتشكر اكيد المخرج توني نقولا والبروديوسر شادية داهر، وشكر كثير خاص لسيرج كمان يلي حضر هيدي الحلقه. بدي اتمنى لكم امسيه كثير رائعه هاديه، وان شاء الله تكونوا هيك عبيتوا اكيد انرجي حلوه بعد هالميوزيك وبعد هالصوت الحلو الرائع يلي سمعنا والاغاني يلي سمعناها منك نانسي. بنشوفكم بكره بنفس التوقيت 7:15 مباشره على هوا الاو تي في. تصبحوا على خير.